leader of the Conservative Party and your Prime Minister. كفاك تهديدا يا قيصر لبريطانيا، فهي لم تعد تحتمل أي شيء. فبريطانيا العظمى على مشارف السقوط والانهيار. نعم عزيزي المشاهد، أهي من تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا أم أنها بسبب الانهيار الاقتصادي بها؟ بريطانيا تدخل مرحلة الشلل التام في الصعود كافة السياسية والاقتصادية. هل ستنقذ حكومة سوناك الأوضاع من الانهيار؟ وما دور الإضرابات العمالية في هذا الانهيار؟ بريطانيا تنهار وعلى وشك إسقاط الحكومة وخيانة أمريكية لأوروبا في الحرب. لطالما هدد القيصر وحذر وتوعد بضرورة عدم تزويد أوكرانيا بالأسلحة التي تساهم في إطالة أمد الحرب، إلا أن الغرب وأوروبا لم ينظروا لهذه التهديدات بعين الاعتبار. لطالما بعث القيصر لهم برسائل مبطنة بأن وقف هذه الحرب مرهون بوقف دعمكم لأوكرانيا، وها هم اليوم يطالبون القيصر بوقف الحرب، ولكنهم لم يوقفوا هذا السيل من الدعم الكبير لأوكرانيا بأنفسهم، إلا أن التداعيات الاقتصادية والسياسية هي من فرضت عليهم هذا الواقع. نعم عزيزي المشاهد، باتت الدول الأوروبية على يقين تام بأن استمرار دعمها لأوكرانيا هي ضرب من الانهيار الاقتصادي وسبب رئيسي وراء تداعي الحكومات الأوروبية وعامل أساسي في الانقسامات والانشقاقات التي باتت تدب في بدن الاتحاد الأوروبي. إلا أن أوروبا أدركت ووعت هذا الدرس بعد مدة طويلة، بعد انهيارات وتدهورات سياسية واقتصادية، وها هي بريطانيا تعتبر خير دليل وشاهد على نتيجة دعمهم لأوكرانيا. قد تصاب بالحيرة عزيزي المشاهد مما يجري في بريطانيا وتتساءل، ماذا حدث ببريطانيا العظمى؟ على الرغم من أن حكومة بوريس جونسون كانت أكبر داعمي أوكرانيا بعد الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنها لم تمكث في الحكم كثيرا، وسرعان ما تداعت بريطانيا على نفسها وبدأت الحكومة في الاستقالة، ثم انهارت الحكومة البريطانية برئاسة جونسون وخلفته ليز تروس وزيرة خارجية جونسون في حكومته. إلا أن تروس كانت أكبر دليل على تردي الأوضاع في بريطانيا، إذ لم تمكث في الحكم طويلا، حيث استقالت بعد نحو 44 يوما فقط. نعم عزيزي المشاهد، أقصر حكومة دخلت تاريخ بريطانيا. ليأتي من بعدها ريشي سوناك الذي تستمر حكومته في الحكم الآن، إلا أن البلاد تواجه في عهده العديد من الإضرابات والمشكلات الاقتصادية، وهذه المشكلات تأتي من استمرار دعمه لأوكرانيا بكل ما أوتي من قوة، على الرغم من أن حزب العمال المعارض للحكومة البريطانية ندد كثيرا باستمرار الدعم لأوكرانيا وطالب بضرورة وقف هذا الدعم كي يتم إنفاق هذه الأموال في الداخل البريطاني بدلا من إلسارها لأوكرانيا، وهو ما سيحقق الكثير من التوازن في الاقتصاد البريطاني. لكن سوناك يستمر في دعمه لأوكرانيا وتنهار بلاده. فرغم استمرار الدعم لأوكرانيا تتوافد الفئة العمالية المختلفة للإضراب، مطالبين بتحسين أوضاعهم المعيشية التي ساءت منذ بداية الحرب في أوكرانيا، وكان آخرها إضراب الممرضين والممرضات في عموم البلاد، حيث قدرت أعدادهم بنحو 100,000 متظاهر جابوا شوارع المدن المختلفة منددين باستمرار الدعم لأوكرانيا وترك الاقتصاد البريطاني ينهار. ولم تقف الإضرابات عند حد التمريض فقط، بل توسعت لتشمل هيئات البريد والنقل العام والمطارات، ما ساهم في توقف الكثير من الرحلات والتنقل في عموم البلاد، خاصة ومع قرب الاحتفال بأعياد الميلاد. هذا وكانت تلك الإضرابات قبل أسابيع أدت إلى إنزال الجيش البريطاني للقيام بالكثير من الأعمال
بديلا عن الفئة والنقابات العمالية التي دخلت في إضرابات مستمرة. وما دورك يا سوناك في هذه الإضرابات؟ نعم عزيزي المشاهد، تساؤل في محله. فرئيس الوزراء البريطاني اتخذ موقفا عدائيا من النقابات العمالية في عموم البلاد، حيث ترك تلك المظاهرات تتوسع أكثر فأكثر، وذلك لخروج الشعب عبر تلك النقابات التي يرى بأنها سبب في استمرار تلك المظاهرات، حيث أن أيديولوجية سوناك تتمثل في أن هذه النقابات تعتبر أساسا وراء انهيار اقتصاد البلاد واستمرار الإضرابات العمالية، وأن من يقف ويدعم تلك النقابات هو حزب العمال المعارض. حتى بات خبراء سياسيون يؤكدون أن ريشي سوناك ربما يلحق بسابقته لستروس بسبب عدم كفاءته في إدارة البلاد وإدارة تلك الأزمات التي تحيط بالاقتصاد البريطاني، كما أن استعداءه لحزب العمال المعارض يجعل من تلك الإضرابات وبالا على رأسه. يأتي ذلك في ظل تصاعد أصوات المعارضة الروسية في الشارع الروسي نتيجة تزايد الضربات الأوكرانية على الأراضي الروسية، ويتأتى ذلك في ظل استمرار إخفاقات الجيش الروسي في استعادة الأراضي التي سيطر عليها وأعلن عن ضمها لروسيا قبل أشهر، كما أن الشعب الروسي بدأ يغلي جراء استهداف الجيش الأوكراني لقواعد عسكرية روسية في ظل صمت القيادة الروسية من الرد العنيف على هذه الضربات الأوكرانية. حيث ترى المعارضة الروسية أن هذه الحرب الروسية في أوكرانيا لم تعد حربا، بل باتت استنزافا للقوات الروسية والاقتصاد الروسي، حيث يطالبون القيادة العسكرية الروسية إما بالانتصار على الأوكرانيين أو العودة لطاولات التفاوض وحل الأمر بالشكل السلمي. يأتي ذلك في ظل استمرار إخفاقات الجيش الروسي أيضا في تحقيق انتصار على القوات الأوكرانية التي باتت على مشارف السيطرة على إقليم دونيتسك، إلا أن خبراء غربيين يتخوفون بشدة من استمرار الصمت الروسي على الضربات الأوكرانية التي تدعمها وزارة الدفاع الأمريكية بنتاغون، حيث يرى الخبراء أن بوتين قد يقدم هدية كبيرة لأوروبا والغرب وبخاصة إلى زيلينسكي في عيد الميلاد المقبل، وهو ما وافق تصريحات الرئيس الأوكراني زيلينسكي وقائد القوات الأوكرانية، حيث أكد زيلينسكي أن الروس قد يسيطرون على أوكرانيا في يناير المقبل واستغلال الوضع بتقديم طلبات عسكرية كبيرة لبلاده. خيانة أمريكية للحرب في أوكرانيا. هذا وكشفت بعض الصحف الغربية والأوروبية خيانة أمريكا لأوروبا في هذه الحرب، حيث كشف خبراء أن روسيا تنتج طائرة مسيرة من طراز أورلان في مدينة سان بطرسبرغ الروسية، ومن بين مكوناتها رقائق إلكترونية أمريكية وصينية، وهو ما أكد عليه خبراء أن هذه الشركات المنتجة للرقائق الإلكترونية تتحايل على العقوبات الغربية على روسيا بينما تعمل لتنفيذ بعض المصالح خاصتها في السر.